جمع يعني ما الفيديو ما ما بكفي الفيديو اذكر كل كل الفوائد الموجوده فيه بالاخص لمرضى السكر اتمنى ان انتم تقراوا عنه جيد في معلومات كتير متوفره وهو يعني العلماء قاعدين بيعملوا دراسه انه يعملوا منه دواء للسكر بنقطع ليقطين مثل البطاطا بنوضع معلقة زبدة أو أي نوع دهون أنتو بتحبوه وبنوضع توابل البطاطا وهلقيت عن حفرجيكو كيف تعمل توابل البطاطا مثل المطاعم وأفضل هذه المعلقة اللي أنا بستخدمها يفضل طحن التوابل بالمنزل أفضل تكون فريش ومضمونه فلفل اسمر نص معلقه طعام 5 جرام ثوم بودره معلقه طعام 7 جرام بابريكا معلقه طعام 7 جرام كزبره جافه معلقه طعام 10 جرام ملح 2 معلقه طعام 32 جرام نخلط المكونات مع بعض هيك اصبح جاهز في اشياء احنا بنضيفها في المطعم لكن انا ما ضفتها هان اللي هو ملح الصوديوم والسكر لانه هم كثير مضرين ملح الصوديوم اللي هو بيفتح الشهيه والسكر ايضا بيفتح الشهيه انا ما ضفتهم لانه مضرين كثير نوضع المكعبات ضحهم بالفرن يعني بنكون مسخنين الفرن من فوق ومن تحت او حسب نوع الفرن المهم انه يكون لونهم يعني حتى يحمر هو بياخد وقت شوية لانه مليء بالسوائل هيك اصبح جاهز هو كتير روعة والامانة طعم افضل من افضل من البطاطا طعم الامان افضل من البطاطا في امان الله انتظرونا بصه جديده اتمنى الاشتراك بالقناه اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامه